كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يقولون انظرونا. يقولون لمن؟ للمؤمنين. للمؤمنين انظرونا يعني انتظرونا. لما لم يقل انتظرونا؟ الانتظار فيه تمهل وإبطاء. الانتظار فيه تمهل وإبطاء. نعم. والإنظار لا لا انظرونا ليس فيه ذلك. لا يشترط فيه انظرونا. لا افتعل فيها تمهل وإبطاء. انتظرونا افتعل على وزن افتعل طبعا انتظر افتعل. نعم. وانظرونا فيها اجتهاد وتمهل يعني صبر واصطبر كسب واكتسب جهد واجتهد لا يعني فيها أكثر يعني طبعا يعني مثلا اصطبر هو صبر طويل شديد يعني مثلا اصبر على ما يقولون وأمر أهلك بالصلاة واصطبر لأن الصلاة هي في كل يوم ما تنقطع طوال العمر 5 مرات ولا لا صحيح. اصبر على ما يقولون خلص اصبر على ما يقولون وهجرهم خلص من هجرهم بعد ما يسمع أصلا صح ما يحتاج للصلاه مره ثانيه مو هكذا صحيح اصبر على ما يقول واهجرهم خلص مهجرهم خلص بعد ما يسمع لكن قال واصطبر عليها لانها تحتاج الى صبر اطول طويل مدى طويل دائما هذا نعم. افتعل فيها تمهل وابطاء واجتهاد ومده كسب واكتسب لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت اكتساب فيها تعمل وفيها اجتهاد في الحصول على الشيء وليس كسب خاص بالخير واكتسب بالشر؟ لا لا ما لا 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 وعليها هنا ما اكتسبت لكن يعني ليس اكتسب يعني هكذا عامة أنها في الشر لا ما لا لا الكسب يكون في الخير والشر والاكتساب لكن الكسب يكون أقل أسرع الاكتساب فيه تعمل فيها يعني اجتهاد وبذل حتى يكتسب السيئات تحتاج إلى مشقة تعمل ومشقة حتى تسعى إليها الكسب قد يأتيك من دون مشقة الخير قد يأتيك وأنت لا تعلم أما الشر فنذهب إليه نعم ندبر ونفكر وكذا وكذا واحد حكى عليك أنت أصلا لا أدري تنالك خير هو نال شر هو أتكلم صح كسبت خير أنت اغتاب واحد صح طيب هنا انظرونا فانتظرونا لكن لم يقولوا انتظرونا لأن الانتظار فيه تمهل وإبطاء وهذول يسرع بهم يعني يعلمون أنه لو قالوا انتظرونا ما راح يجاوبهم أصلا ما في مجال الله أكبر كانوا انظرونا يخففون عدة الطلب يعني شوي ولو قليلا ولو بسيط ولو قليلا نظر يعني قليل ولو قليل ما سبحان الله طبعا لا انتظرونا أصلا ما راح يجيبوهم لأن الآن ده يسرع بهم هم إلى الجنة ينتظرون مو يعني هم علموا يعلمون يسعى نورهم يعني هم يعلمون لو قالوا انتظرونا لم يجيبوهم لأن ليس هنالك فسحة من الوقت هؤلاء يسعى بهم إلى الجنة فطلبوا ولو أقل الوقت لهذا انظرونا جميل فانظرونا نقتبس حتى انظرونا تحتمل انه فقط انظروا إنا يعني يستقبلونا انظروا إنا من النظر نعم ايضا تحتمل انظرونا فيها احتمالين انظروا إلينا نقتبس من نوركم لان النور امامهم موجود فحتى يستضيئون به احتمالين انهم الان في ظلمة يريدون من المؤمنين ان ينظرون فقط منهم حتى يجدون النور حتى مش انظرني بمعنى امهلني انظرني انظر هاي نظرة انذر او انظره فقال انظرني ذيك انظر رباعي مو انظرون بهدوء انظرني الى يوم يبعثون من انظر رباعي انظر تمام انظر ومضارعه ينظر ينظر نعم. أنا قلت يمكن في الحلقة ينظر. الماضية أن كل رباعي يكون في حرف المضارعة مضمون نعم ينظر كل وهنا انظرونا لا مو انظرونا
انظرونا من الثلاثي انظرونا طبعا ليست انظرونا نظر نظر ينظر نظر طبعا وإذا انظرونا هذه لا. لها معنيان طبعا على الإمهال انظرني في الدين انظرني في الكذا انظرني امهلني يعني أو معنى النظر بالعين انظرونا انظرونا بمعنى نظر في العين هو الفعل نظر متعد بذاته يعني انظروا إلينا أو يأتي نظره ونظر إليه أو يعتبر قسم يرحمك الله من باب قسم يأذكم الله صحبه لكم من باب نزع الخافض فلينظر أيها أزكى طعاما نعم فلينظر أيها أزكى طعاما أزكى طعاما نعم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب